بدأ وعن 3 سنين ما هو بينا من الطفولة كمان يعني الكورة وبيحب الكورة جدا. طبعا كنت بلعب عمال لسه يعني وبعدين ده أول حاجة برضو يعني أول ما اتولد صعدنا دوري ممتاز يعني دي برضو يعني كنت انت تلعب ساعتها في البلدية امنيت حياتي العب منتخب مصر واحترف بره يعني كنت بحلم وانا اتغير ان شاف الطياره بتاخدني على بره اوروبا والكلام ده فطبعا دي والابن يعني حاجه تيجي لابنك احسن منك كمان دي حاجه جميله يعني قول لي رايح النادي الاهلي وعنده 5 سنين ونص اصغر ناشئ داخل النادي الاهلي طبعا لما راح النادي الاهلي كنت كان بيبات في الصراحه هناك ده حاجه جديده اول مره اقولها قلت لهم محمد لازم يبات من دلوقتي عشان يجي يحترف كلامي يعني قلت لهم اول حاجه تفكر عن ام الله يرحمها كانت تيجي تكلمني تقول لها لما يجي يحترف انت هتعرفه بعد كده انا بعمل ايه المستقبل بعد كده والحمد لله اللي كنت متوقع له كله حصل الحمد لله. محمد الساعه 5 الصبح الاول كان مفيش بيات في الاستراحه قاعد يروح مثلا بيروح 3 ايام في الاسبوع والدته 9 الساعه 5 الصبح بتركبوا قطر يروح على مصر قبر رمسيس النادي الاهلي مدينه نصر عشان الناس عايز اقول للناس ان لعيب الكوره مش من فراغ لا احنا تعبنا قوي صرفنا كتير يعني اليوم كان 100 بيصرف 50 جنيه ايام الفلوس ايام الفلوس في ايامها انا اتصرف على محمد اكتر من 100,000 كنت بتجيب الفلوس دي كلها منين يا كابتن يعني أنا محمد بطلت عملت مدرسه كوره مره بعمل مدرسه كوره عشان عارف النادي البلديه يعني اياميها ما كانش غني جدا انه يدي المدرب مثلا 3-4,000 جنيه ما بنقبض حاجات بسيطه 500 ولا 300 جنيه ما كنتش اعرف اكفي ان ابني يكمل في الاهلي فديت كانت معناه بالنسبه لنا وبتعب قوي حتى ما كنتش بسافر معاه لان كنت ممرن مدرسه الكوره بعد ما اخلص ما بروحش معاه سفر ببعت والدته ال 24 ساعه تمرين لنادي البلديه ومدرسه الكوره كانت كل الفلوس رايحه على محمد كله احنا ممكن ما ناكلش عشان محمد ياكل معلش انا مثلا محمد اللي يديله اكل غيرنا الغذاء والحاجات دي مهمه كلامي طبعا لما بات في الاستراحه بدا يريحنا شويه في المصاريف محمد عانى كتير جدا عانى كتير وتعب كتير واللي هو فيه مش من فراغ اللي هو فيه دوت او في مكانه زي الارسنال ديت الحمد لله احنا فخورين ان محمد وصل لكده محمد لما مشى من النادي الاهلي يعني كنت زعلان جدا 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 مشى من النادي الاهلي زعلان وعيطت كتير جدا عليكم بس محمد قبل ما يمشي قال لي كلمتين قال لي انا اشرفك فمحمد الوقعه اللي وقعها كلها قوته لما مشى من الاهلي وهو مظلوم ربنا كرمه اللي ما يمشيش كانش يمشي من النادي الاهلي بس عسى تقرأه شيئا هو خير لكم لو كان فضل الاهلي ما كانش كمل انا مش زعلان ان هو مشى من الاهلي احنا بنحب النادي الاهلي خلي بالك مش عشان يعني محمد امنيه حياه والدته الثاني ان هو يرجع في النادي الاهلي ومحمد هو راكب الطياره في بازل صدع حافظ مكلمني ان محمد له رغبه في النادي الاهلي ولا هو على الطياره في بازل راح بص وهو رايح بازل ودي بص يوميها اسعد واحد في المحله كلها انا عشان جالك اتصال من سيد عبد الحفيظ طبعا طبعا عشان جاب لي حقي يعني ليا العياط وفي اليوم اللي هو بيكلمني فيه فرحت وضحكت لو محمد رجع مصر هيرجع على ايه عشان امنيه حياته امي ما يرجع النادي الاهلي قول لي محمد اتعامل ازاي بقى مع هجوم البعض عليه واللي انت في فرقه يعني محمد النني ما يلعبش في فرقه زي الارسنال قول لي انت خدتها ازاي وهو خدها ازاي؟ عمرنا ما قعدت اكلم في الله. قول لي ربنا موجود هو اللي بيرد. محمد النهارده ما بيلعبش في اي حته. مين اللي لعب في مصر في الارسنال؟ عد لي كده. مين اللي لعب؟ هات لي واحد لعب في نادي الارسنال. مفيش والله بجد يا ابو مفيش حد لعب يعني عمالقه الكوره في مصر ما لعبوش في نادي الارسنال صح ما راحوش انجلترا صح يروحوا فسح ويتمنوا يروحوا نادي الارسنال ده اللي اقوله
يعني واحد بيناشد الناس اللي يكتبهم شارع باسم محمد في المحله، يعني اقول له صوره زي الناس اللي بقى. صوره كويسه او حاجه كويسه تتعلم. واحد حزين معلش، شايف ان محمد مش واخد حقه في بلده؟ حقيقة والله بجد حقيقة فعلا. لازم الناس تحس محمد شوية. في ناس بتحبه، في ناس بتحبه، في ناس والناس كلها بتحبه فعلا في المحل، بس احنا مهملين في حقه. لازم نعمل حاجة كويسة. مفيش حد لاقي في الأصناف. لعيبة كبار في مصر، كبار وأسامي كبيرة ما لعبتش في الدوري الإنجليزي. أنت عارف هي ديت لازم نقف جنب اي لعيب محترف كمان، مش شرط محمد. انا بحب الناس كلها، بدعي الناس كلها، تريزيجيه وصلاح وكل الناس بقى بتعينهم، بتعينهم فعلا مش كلام.